السلام عليكم، سلامي السنة الثالثة ابتدائي مع درس جديد وملخص جديد لدرس مهم هو التعرف على حرفين، حرف ام حرف ان. الحصة السابقة تعرفنا على حرف ا حرف اي بكتاباته الأربعة سكريبت اي كورسيف. الآن نتعرف على ام وان من الكتاب المدرسي. لخصت لكم الدرس في أوراق، أحفظوه جيدا، أحفظوا الحروف جيدا. سوف نبدأ على بركة الله. أولا نتعرف على حرف أم. أم هذا نسموه حرف أم بأشكاله الأربعة، عنده أربع أشكال. شوفوا الأشكال أم 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 أم، هذه كتابته الأربعة. نتعرف على حرف أن بأشكاله الأربعة. لاحظ عندنا أن عنده أربع أشكال. أن عندي هذا الشكل سكريبت، عندي هذا الشكل سكريبت، عندي هذا كرسيف، هذا كرسيف. هذه الكتابات راح نتعرفوا عليهم. أولا نتعرفوا على حرف أن ونتعرفوا على حرف أن. ثانيا ندربوا على كتابة الحروف. نبدأ على بركة الله بكتابة حرف أم أن. لاحظ معي، سنبدأ بكتابة حرف أم كتابة سكريبت. هذه كتابة تاعهم سكريبت. أم هذه كتابة سكريبت، حفظوه للأولاد جيدا. أم يكتب سكريبت هكذا. سنبدأ على بركة الله نكتبه، يكتب هكذا أم. هذا سكريبت، هذا خط سكريبت، يكتب هكذا، يكتب هكذا سكريبت. نكرره هكذا، هكذا سكريبت أم. هذا سكريبت. الكورسيف يكتب هكذا، أم يكتب هكذا كورسيف. أشفوا مليح وحفظوا كتابته الأربعة. أم كورسيف يكتب هكذا. هذا نسموه الحرف الكبير نسموه ماجيسكيل، وهذا نسموه مينيسكيل. هذا ماجيسكيل سكريبت، هذا مينيسكيل سكريبت، وهذا ماجيسكيل كورسيف، مينيسكيل كورسيف. مينيسكيل معناها الحرف الصغير. كتابة آن، ننطلق إلى كتابة آن. لاحظ معي، نكتب كتابة آن، عفوا آن يكتب هكذا بالسكريبت، يكتب هكذا. هكذا بالسكريبت، بالكورسيف يكتب هكذا. احفظوا لي اشكال الاربعه تاع كل حرف. ام هكذا بالكورسيف، ام بالكورسيف هكذا، بالسكريبت هكذا، ان بالسكريبت هكذا، بالكورسيف هكذا. راح نديرو تمرين الان، راح نديرو تمرين لحرف الام. حرف انا عرفناه حرف الام، حرف الام تدريبات. جونتوغ يجيك دائما هذا السؤال، جونتوغ معناها اضع دائره، تولي ام كو جو فوا، أضع دائرة على حرف الآن. جونتوغ أشفو عليها معناها أحوط، أحوط أو أضع دائرة، أحوط تولي أم. راح يحفظ لك الحروف الأربعة، كتابة الأربعة، الكورسيف والسكريبت. راح يبحث على حرف أم لراجعه، راح يبحث على حرف أم. أضع دائرة على حرف أم، هاهي راح يشوف أم يضع عليه دائرة. هذه كتابة من الكتابات الأربعة، راح يبحث هنا أم 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 أم. هذا هنا تعرفنا على حرف أم. سؤال ثاني، جونتوغ أحوط أيضا، راح يبحث هذه الحروف ك، راح إحنا عرفنا الأ والأم، راح يعرف أم يضع عليها دائرة. لاحظ أم، أنا قلنا أم مش أم، أم أم يضع دائرة، أم أم أم. تدريبات على حرف أن، عرفنا الأم والآن عرفنا الآن، لازم يعرفهم بكتابات الأربعة أيضا. جون توغ تولي أن كو جو فوا، أضع دائرة، أحوط، أضع دائرة على حرف الآن عندما أرى. ها هو أن، راح يشوفه مع الكتابات الأربعة وراح يضع دائرة. أن لازم يحفظ حفظ صم. أن أن أن
ان هو راح يشوف قال ان ويدير عليها دائرة، راح يشوف قال هذا الحرف كي تحطوه قدامه وقول له دير لي دائرة على هذا الحرف، وراح يحفظ لك الكتابات الأربعة، قول له ان بهذه الأشكال دير لي عليه دائرة. الآن راح نديرو مراجعة الحرف الأو، حرف الإي، لأنه في حصة قادمة سوف نربط حرف الأم مع حرف الأو نقرأه. نقرأه، لاحظ حرف الأ، مراجعة أخرى راجعوه لهم. أ هذه سموها الكتابة تاع سكريبت، هذا الحرف الكبير نسموه ماجسكيل، الحرف الصغير نسموه مينسكيل. هذه الكتابة الكورسيف أ، راجعوه لهم. رانا تعلمنا الآن حرف الأ، حرف الإي، حرف الأم، حرف الآن، حفظوهم جيد. إي الحصة القادمة راح نلصقوا حرف الأم مع حرف الأ، راح نلصقوا حرف الأم مع حرف الإي، راح نقراهم. مثلا كي يكون حرف الأم مع الأ راح نقراها ما، كي يكون حرف الأم مع الإي نقراها مي. لازم بشوي بشوي، الآن عليكم أنكم تحفظوا هذه الحروف، تحفظوا الأ أشكاله الأربعة، عنده أربع أشكال، كتابة سكريبت، كتابة الكورسيف، قولوا هذه هذو كامل أ، هذو كامل أ، كي تلقاها في يقولك أحوط كل ما تلقاها دير عليهم دائرة. أيضا راح تحفظوا في آن، راح تحفظوا في كتابة تاع الآن وكتابة تاع الآن. الآن عليكم قبل ما ننطلقوا الحصة القادمة لازم يكونوا حافظينهم وفاهمينهم، وراني حطيت لكم من الكتاب. اليوم ام ان راه من الكتاب المدرسي صفحة 15. الحصة القادمة راح نلصقوا ام مع الا، وراح نلصقوا الام مع الاي، اشفوا عليها. راني قرينا ام ان، ما حبيتش نكفر عليكم، قلت تعرفوا قبل الام وبعد الان وبعدها لصقوهم مع بعض ونقراوهم. درت لكم تمارين من الانشطة والكتاب المدرسي. بالتوفيق.